أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مولد صغيرين للنمر العربي ضمن برنامجها للتربية والإكثار لحماية وإعادة توطين أنواع النمور المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية في المملكة ضمن مبادراتها لحماية النمور العربية. ولد الصغيران ذكر وأنثى في 26 من أبريل الماضي بمركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف شمال غرب المملكة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.